معلومات خاطئة عن الليفي بالرحم. مثلاً أنه الليفي بالرحم ممكن تتحول لسرطان أو لمرض خبيث. هالمعلومة جزئياً خاطئة، لأنه الليفي بالرحم عادة هي ورم حميد، بحالات كتير قليلة معقولة يكون ورم خبيث. ثانياً الليفي بالرحم لازم نعالجها، وهي المعلومة جزئياً خاطئة، لأنه الليفي بالرحم تعالج عندما تعمل عوارض. ثالثاً العلاج الوحيد للليفي بالرحم هو الاستئصال، وهيدي المعلومة جزئياً خاطئة كمان، لأنه الاستئصال واحدة من العلاجات، لكن في علاج تاني هو بالأشعة الجراحية اللي اسمه فايبرويد امبولايزيشن، ليؤدي إلى ضمور الليفي واختفاء العوارض. لذلك ما تعتمدوا بمعلوماتكم على الإشاعات، اعتمدوا بمعلوماتكم على مصادر موثوقة من طبيبكم.